نجاح كبير حققه الجزء الأول والتاني من مسلسل أبو العروسة. خلاص بقى يا عيد، أنا مسامح في الكام قميص. أنا هجيب لك قمصان تاني يا بابا ما تقلقش. أنت بتقولي إيه يا زين أنت كمان؟ هو أنا فارق معايا القمصان يا عبده؟ أنا فارق معايا إنها مش بتركز في أي حاجة بقولها. ما أنا كنت مركزة في الكيكة. وبعدين أنا آسفة، أنا كنت عايزة أفرحك. وده اللي خلى الناس منتظرة الجزء الثالث من العمل اللي حسوا فيه بالأجواء العائلية الدافئة. وأنا ما قلتلكوش أنا غيرت اسمها، سميتها اسم حركي عشان لما نتكلم عليها محدش يبقى عارف بنتكلم على مين. وفي كواليس تصوير العمل، كاميرا لايت شو التقت بأبطال المسلسل واللي اتكلموا عن الجزء الثالث وعن طبيعة أدوارهم. احنا خلصنا الجزء الثاني وبقيت مستني إن احنا نعمل الجزء الثالث، وبس الظروف يعني أخرتنا شوية، بس الحمد لله إن احنا رجعنا ويا رب نبقى عند حسن ظن الناس. أنا اكتشفت بيمثل لي إيه بعد ما خلصت الجزء الثاني. حسيت ان انا افتقدت جزء من حياتي، لان انا كنت شايف ان انا عايش في اسرة حقيقية، الاستاذة سوسن وكل الممثلين، مش هقول اسماء، كل الممثلين كانوا محسسين ان احنا فعلا موجودين في اسرة واحدة. فانا من بعد الجزء التاني افتقدت الاسرة ديت، وبتمنى انها ترجع تاني وتفضل معنا على طول ان شاء الله. لما بيبقى الكرو كويس مع بعض والكاست كويس مع بعض والدنيا كأننا أسرة واحدة وبنمثل حالة واحدة كده احنا عايشين فيها، أكيد ده هيتنقل للناس، وأكيد رد الفعل هيبقى جميل وكويس. تلاقوا مفاجآت لطيفة وكويسة وهتعجبوا بيها، وهنتطور منها ونتعلم منها ونفهم منها ونحب الأسرة المصرية منها. لما تبقى أب يا أكرم هتعرف إن ابنك مهما عمل فيك مش ممكن تزهق منه أبدا. بالعكس، انت ممكن املك يزيد فيه كمان. بعدين الحمد لله وانا صغير ما عملش حاجه في ابويا، ليه اشوف فيك حاجه وحشه؟ كنا في مرحله تحضير عشان نعرف نرجع بشكل لائق يليق بمسلسل كبير بيمثل قطاع كبير جدا من المجتمع المصري، الطبقه الوسطى بكل جمالها، بكل ما فيها من جمال وقوة وصلابة وقوة احتمال ورغبة في الاستمرارية. الطبقة الوسطى دي أنا بعشقها الحقيقة، يعني إحنا شبهنا شبه الشعب المصري، السواد الأعظم من الشعب المصري. لا ما قلتش، عيب عليكي. إيه ده؟ ودي حاجة تتقال؟ ده أنا سري يا أختي. لا طبعا ما قلتش. أبو العروسة بقى حاجة اجتماعية إنسانية وصلنا بشكل حلو جدا جدا، ربنا يا رب يكملها لنا على خير. بنحاول نعمل حاجة شبه الناس، فالحمد لله اتعملت ونجحت بشكل كويس جدا بفضل كل الأساتذة الكبار، ويا رب نقدر نكملها للآخر بشكل كويس. في شوية تطورات في الشخصية، بس يعني أبو العروسة شبه البيوت، نفس اللي بيحصلنا في بيوتنا في مراحل مختلفة هو اللي هيحصل لأكرم بالظبط. أكرم وكل عيلته وكل شخصية في المسلسل، يعني مش عيلة عبد الحميد بس. مش كل من يمتهن المهنة بروفيشنال للأسف، بس لما يبقى في حد بقيمة وقامة وتاريخ وحلاوة سوسن بدر مع حفظ الألقاب، نجومية يعني أستاذية مدحت صالح، عظمة عم سيد رجب، ناس كتير. فإن أنت ما تبقاش شغال مع الناس دي لازم، والله لو أنت إيه لازم هتاخد منهم. فالحمد لله ربنا موفقنا في كاست محترم في مسلسل كويس، يعني يا رب نطلع الجزء التالت بنفس الشكل. حاضر يا بابا، حاضر أقربه. بس قول لي يعني الدماغ المكلفه دي يا عبد الحميد؟ نعيب عليك، ده انا عاجبك قوي. بس انت تديني فرصتي. خد الفرصه يا عم. ابو العروسه ده احلى مفاجاه في حياه اي حد. الجزء الثالث بالذات فيه احداث فظيعه، احداث حلوه قوي ومشوقه قوي، وبجد يعني انا نفسي متحمسه جدا. بعد الجزء الاول ما خلص كانوا عايزين جزء تاني، وبعد التاني ما خلص عايزين جزء تالت. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان هو عمل النجاح والضجه الحلوه دي. سبب نجاحي في حياتي هو ابو العروسه يعني. طبعا يعني انت مش متخيل انا بحب المسلسل ده ازاي والعيله دي ازاي، وكنت مفتقداها ازاي وما صدقت ان احنا رجعنا. استاذ مدحت صالح هو اب بجد، واستاذه نرمين الفقي طبعا هي اختي الكبيره، يعني هي حاجه قمر، وطاقتهم حلوه وانا بحبهم من قلبي بجد. واصلا انا في الاول سبب وجودي في ابو العروسه استاذه نرمين الفقي. نعم يا حبيبتي. مفيش ايه؟ مفيش حد اسمه امجد. الله يخليه. اللي انت كنت بتقولي ايه؟ هو انا بصراحه عملت كده لما عرفت ان انت ست حبيبتك، قلت اعمل كده يعني عشان ابقى بتعامل معاك براحتي. مبسوطه ولا اكيد مبسوطه؟ مبسوطه وخايفه.
طب هي طالما مبسوطه وخايفه يبقى انا مبسوط وخايف. احنا عيله اصلا. هي دي الفكره فعلا. ده والبيت ده تحديدا كمان البيت بيت العيله ده بنحس ان احنا في وسط اهلنا في بيتنا يعني. تعبتي ولا ايه؟ اتعب. اتعب ازاي وانا معاك بس يا ترى؟ شرف ليا ان انا اكون موجود في الجزء الثالث لابو العروسه. من اكتر المسلسلات المصريه العيله تقريبا متابعاها بقالها كام سنه. وكان نفسي طبعا ان اكون موجود في جزء اول او تاني، لكن ليا الشرف ان انا اكون دلوقتي موجود في الجزء الثالث. شمع ورا شمع هنقدها، غنوه ورا غنوه هنعيدها، عيدك وده يومك ودي ليلتك، اهلك وحبايبك مع عيلتك. Watch it.